القهر بمعنى العظمة، يعني سورة العظمة، وما قدروا الله حق قدره يعني ما عظموه حق عظمته. والقهر يأتي بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. إذا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة ذات شرف، ليلة ذات عظمة، ليلة ذات مقادير، إنا أنزلناه في ليلة القدر وقدر كل شيء، يعني المقادير. قالوا إن في هذه الليلة ينزل فيها مقادير السنة القابلة من الآجال ومن الأرزاق ومن كل ما سيحدث في هذه السنة القابلة، ينزل في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن. قال العلماء أنزله جملة واحدة من السماء أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل على 23 سنة من السماء الدنيا، أن نزله في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنا أنزلناه، يعني أنزلناه جملة واحدة، أو بدأنا بإنزاله. إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة ذات شرف، ليلة ذات عظمة، ليلة ذات زين. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تونا أقول حق أحمد، شوف ابن عباس يقول هي ليلة 27. قالوا كيف 27؟ قال لماذا كررت ليلة القدر؟ ليلة القدر ثلاث مرات، وليلة القدر مؤلفة من 9 حروف، لو ضربت 9 × 3 يصير 27. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر يعني كان إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما هي، هي خير من ألف شهر، يأتي بالضمير. لكن ابن عباس قال لا، كررها 3 مرات. وأيضا كلمة هي جاءت 27، مع أن سورة القدر 30 كلمة. سبحان الله. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. قال العلماء إذا قال له ما أدراك فقد أدراه، وإذا قال له ما يدريك لم يدرك، يعني لم يعلم. وما يدريك لعل الساعة، ما عنده. لكن وما أدراك ما ليلة القدر، أدراه. ليلة القدر خير من ألف شهر. قالوا خير من ألف شهر، 83 سنة الإنسان يعبد الله، 83 سنة أجر هذه الليلة عن 83 سنة، كيف يفرط فيها إنسان؟ ليلة القدر خير، وقال خير من ألف شهر، ما قال كألف شهر. لو قال كألف شهر يعني ألف، خير من ألف شهر. قال تنزل الملائكة والروح فيها. يقول الإمام علي رضي الله عنه ينزل جبريل والملائكة تصافحنا في المساجد، فمن مسته تلك المصافحة يقول غفر ذنبه. قالوا كيف؟ قال تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يقول علي رضي الله عنه ينزل جبريل، وشوف ينزل جبريل. قالوا كما أنه نزل في أول القرآن اقرأ باسم ربك، يتكرر النزول كل سنة، تكرر النزول فضل من لمن؟ لهذه الأمة، فضل هذه الأمة في ليلة واحدة. اليهود يقولون ما نقول لليهودي عابد إلا إذا عبد الله 80 سنة. قال لهم رب العالمين ليلة لهذه الأمة خير من 83 سنة بالنسبة لكم أنتم كلهم. ليلة واحدة لهذه الأمة فضل. سبحان الله. قال سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام كلها سلام، لذلك لا تجد الشرور ولا تجد في هذه الليلة، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذا طلع الفجر صعدت الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم علامتها كأنها قاس. زين، يقول من صعود الملائكة، لأن تصعد الملائكة الشمس ما لها حرارة ولا لها كذا في تلك الليلة، وسماها رب العالمين ليلة مباركة. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. شوف يفرق كل أمر حكيم، كل أمر
تقرير سنوي وتقرير يومي وتقرير وهكذا القرآن. هذا والله أعلم. الله يبلغنا وإياكم. آمين. ويتقبل منا ومنكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين.